أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، إذ بها الملتزم وعليها المعول والمعتصم. فبتقوى الله سبحانه تصلح الأحوال وتحسن العاقبة ويحلو المآل. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم وما تأملون من هذه الدنيا ضعفاء مؤجلون ومدينون مطالبون، وإن الأجل منقوص والعمل محفوظ. فلله كم من دائب مضيع وكم من كادح خاسر. وإنكم أيها المسلمون قد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا قلة، ولا الشر فيه إلا كثرة، ولا الحق فيه إلا خفاء، ولا الباطل إلا شيوعا. لقد كثر الطمع واشتد الجشع وظهر الربا وكثر الغش وشاعت الرشوة وعم الغلول. ألا إن الواحد منا ليرى في غير ما سبيل طغيان النفاق وانتشار الكذب والزور والرياء والسمعة واعتلاء صيحات المتمردين عن دينهم المتسللين عنه لواذا والمستهزئين بشريعتهم. ومن قلب طرفه بعين بصيرته فإنه لا يبصر إلا فقيرا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمردا عن حدود الله كأن في أذنيه من سمع المواعظ والزواجر وقرا. إلا من رحم ربي وقليل ما هم. لقد رجع فئام من الناس على أعقابهم، فغالتهم السبل واتكلوا على الولائج، فاتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة. ولقد وصل أقوام غير الرحم وهجروا السبب الذي أمرهم الله أن يوصل، فنقلوا البناء عن رص أساسه وبنوه في غير موضعه. فمن منقطع إلى الدنيا راك، أو مفارق للدنيا مباين، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومحصلة تلك الأمور عباد الله خفاء في الحق، وخمول في الذكر، وقسوة في القلب، ووحشة بين العبد وبين ربه، ومنع لإجابة الدعاء، وكسف في البال، وضنك في المعيشة، ومحق في البركة والرزق والعمر، وحرمان في العلم، إذ تتولد هذه كلها من معصية الله ومن الغفلة عن ذكره، كما يتولد الزرع من الماء والإحراق عن النار. فاستبدل أقوام شرا بالذي هو خير، وجهلا بما هو علم ونور، وانتظروا بسوء أفعالهم الغير انتظار المجدب المطر من السماء. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهو المستعان عليه التكلان. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا.